لنجل اول اهداف اللقاء. ترينت يلعبه من كرة ثابتة في غاية تأتي من جديد ويجد الطريق. نعم يبحث عن العودة. إكساندر شوف 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 الله 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 الجمالية. أرنولد يرسم واتي أرنولد في غاية عن تقدم الفريق الضيف الرياض. وقائمة لمصلحة فولام في الجهة اليسرى جدا الى ايوبي راسية يسرى عرضية داخل منطقة الجزاء خطير. المرة الثانية التصدي في الثالث البلجيكي كاستاني كاستاني والرابعة في المرمى تشيلسي بلاعبين صغار حقق كرة الله الله بالمدافع كاستاني كاستاني يوردي وبالقدم اليمنى ريد سجل كرة لمحاولة الآن عن طريق الكرة من جرافين بيرت اصطدمت في لينو لينو سجل بالخطأ في شباك دياغو جوتا يسجل يا عمري يا